السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هبدأ حاجة جديدة، مادة جديدة اللي هي الديفرنشال، وانا هتكلم عن اول فيديو عن ازاي تذاكرها. تمام، لانها مادة مش عارف ناس كتير بتشتكي منها، مع انها مادة رياضة، مادة ماس، وهي اول مادة. خد بالك من اللي انا هقوله ده، هي اول مادة هتدخلك في التطبيقات العملية. ليه؟ لان انت بتستعمل، يعني مثلا بتخش مثلا في حاجة اللي هي معادلات الكاباستور والمكثف والملف والكويل والاندكتور والحاجات دي، فبتستعمل فيها الرياضة. انت اي حاجة في حياتك بتدخل فيها الرياضة، الرياضة داخلة في اي مجال داخلة. عشان كده المادة دي مهمة كمادة هندسية، بتخش في كل الأقسام، سواء كهرباء أو مدني أو عمارة، أو كهرباء أو مدني أو عمارة أو ميكانيكا. بس في كهرباء، لو اول واحد هنا كهرباء، بيدرسوا الماده دي بثلاث ساعات عندنا في الكليه. تمام، كريدت 3 كريدت هاور. تمام، تاني حاجه، الفرق ما بيننا وما بين باقي الاقسام، ان احنا ككهرباء ما بندرسش جزء اسمه النيوميريكال. تمام، الجزء ده بيدرسوه في مدني وفي ميكانيكا وفي عماره، اما في كهرباء بيدرسوا من غير جزء النيوميريكال. تمام، فانا ممكن اقسم لك الماده دي كقسمين، جزء اسمه الـ ODE وجزء اسمه الـ BDE. تمام، هنفهم الاختصارات دي ايه هي. الـ ODE ده يا سيدي اسمه Ordinary Differential Equation. يعني ايه differential اصلا؟ الـ differential يعني اشتقاق، يعني اللي احنا لما بنعمل، اقول لك كده، اشتق لي بالنسبة لـ X، ودي تبقى معادلة مثلا Y equal 3X plus 2، واقول لك هات لي الـ DY by DX، فانت بتشتق ده بالنسبة للـ X فبتبقى 3. تمام، فده اسمه اوردينال ديفرنشال ايكويشن. اما بقى لما اديك معادله بقى ايه اعم واشمل، يعني ده الحاله الجنرال والريل في نفس الوقت. تمام، والريل ده اللي بيستعمل في الواقع، اللي هو البارشال ديفرنشال ايكويشن، واعتقد اتعرضت له في ماس 2، اللي هو العلامه ديت. مثلا لو بقول لك بالنسبه للاكس والواي بقى يا سيدي، مثلا ايه، تبقى معادله في 3 دي مثلا، ومدخلين الزمن وكده، يعني معادله شرودنجر لما تاخدوها في المودرن. معادله شرودنجر دي كان بيبقى فيها انرجي وتايم وبوتنشال انرجي واكس وواي وزد، تبقى 3 دي، اللي هو 3 دي بلس الانرجي والتايم والايه والبوتنشال انرجي. فانا لما اقول لك مثلا 2x بلس 3 زد سكوير، واقول لك هات لي البارشال ايه، البارشال واي بالنسبه للبارشال اكس، فاحنا كنا ساعتها بنقول ان بنعتبر واحده ثابت ونشتق بالنسبه للتاني، يعني بتشتق بالنسبه للاكس، يبقى الباقي كله ثوابت، يبقى الواي ثابت والزد ثابت، وبتشتق بالنسبه للاكس بس. فاهم؟ فهي دي الفكره. فانا لما اشتغل في البارشال ديفرنشال ايكويشن، هي دي الجنرال، هي دي لما اقول لك انا مش بشتغل مثلا في معادله مسار، مثلا جي بي اس عربيه او حاجات زي كده، في 1 دايمنشنال بس، مش في 1 دايمنشنال، لا انا بشتغل في 3 دي، وبحط التايم معايا، وبحط حاجات كتيره معايا. فدي الجنرال. تمام، انا مش جاي اشرح، انا جاي اوضح ازاي تذاكرها. فازاي تذاكر ماده زي دي؟ بص يا سيدي، كاي ماده انت لازما اول خطوه ان انت تفهم، لازم أن تفهم، ما تعديش اي حاجه وتقول عادي هفهمها بعدين. لا، لو ما فهمتش حاجه من الدكتور، ما فهمتش حاجه من المعيد، دور على ايه، مصادر تانية، على اليوتيوب، على في الريفرنسز والحوارات دي كلها، تدور عليها لحد ما تفهمها. ما ينفعش تعدي حاجه من غير ما تفهمها في الماده دي. وبعد كده حل كتير، تمارس كتير الماده دي، تقعد تشوف مسائل 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 مسائل، تحل كتير، ماشي، وتبقى يعني ايه، تبقى حاطط خطه كده، انا همشي ورا الدكتور اول باول، وهسمع المحاضره من هنا، واقعد اطبق عليها من هنا، وانت كده كده هينزل لك اساينمنتس. تمام، بس اهم حاجه في ملازم مهمه برضو عشان تبقوا عارفين، ملازم اسمها ملازم احمد رفعت، ملازم احمد رفعت، ماشي. الملازم دي مهمه جدا، عشان ايه بقى، انا مشيت عليها ودفعتنا مشيت عليها، يعني كانت جامده. الملازم دي فيها حل كتير والشرح كويس. تمام، برضو ملازم باشمهندس محمد سيد، برضو ده اللي بيمشي بملازم، هو اللي بيمشي بملازم هيجيب، بص هيجيب يا بي فيما فوق، مش هيقل عن البي، اللي هيمشي بملازم. اي نعم، دكتور احمد اللي بيدي بيدرس الماده، هو اللي بيدرس البروبابيليتي، وبصراحه هو دكتور شرحه جامد يعني، بس هو بيحب يلعب معانا في الامتحانات، فانتوا خلوا بالكم.
يعني برضو الامتحانات خلي بالكوا عشان الامتحان بتاعنا ما كانش كويس الى حد ما، كان محتاج فهم تكون فاهم كويس يعني ايه differential equation من الاخر. تمام، فانت يا سيدي عندك يعني ايه اهم حاجة تحل كتير، حل كتير، والملازم دي، الملازم دي هتلاقوها في الدرايف عندنا في الدرايف والايه درايف دفعتنا يعني. وتفهم، تفهم دي بقى ايه، هي مادة لذيذة يعني. انت قدامك ايه، بتدرس اول حاجة الفيرست اوردر، فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، وبعد كده بعد ما بتدرس الفيرست اوردر دي ليها 6 طرق اللي هي هوموجينيوس واكزاكت وانتجريشن فاكتور وست طرق، بس 6 طرق سهلين بس تحل عليهم، ما تكروتهمش ما تكروتهمش، حل كتير. وبعد كده بيخش لك بقى في السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، انت هتفضل شغال في الاورديناري ديفرنشال ايكويشن اللي هي الحاله الخاصه ديت اللي هي ديت، هتفضل شغال عليها حوالي 2/3 المنهج ولا 3/4 المنهج، ده بيبقى عليه اخر محاضرتين بس. ماشي، تقريبا هناخدها بعد كده في مواد رياضه تاني يعني، الرياضه مش بتخلص في هندسه. تمام، فانت بس ركز معايا، الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، وفي السكند اوردر، سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، وبرده في السكند اوردر ده بقى ايه، هيبدا يقول لك بقى لو انت بقى ايه معاك مثلا ايه تشتق المشتقه الثانيه والحوار ده كله يعني، تشتق بالنسبه لاكس مرتين، الواي بالنسبه لاكس مرتين، وهكذا. لو عايز تخليها بقى ايه ده يبقى 3 هاير اوردر، والحوارات دي بيبقى ليها طريقه، دي ليه اللي هي الهاير اوردر ليها طريقتين، ليها طريقه اسمها الميثود اوف فاريشن والليبريتور ميثود، ليها طريقتين وبتقف عليهم، وبعد كده بتخش تمتحن الميد تيرم. اما بالنسبه للسكند اوردر يعني، في حاله بقى اللي هي الحاله الخاصه لما تكون سكند اوردر مش هاير، بتقدر تحولها لفيرست وتشتغل بالطرق بتاع الفيرست الستة اللي انت ايه هتاخدهم. تمام، بعد كده بقى بتخش الجزء اللذيذ خالص يعني، انا شايفه ألذ جزء وما بيحتاجش ايه حاجة، اللي هو ايه بقى جزء لابلاس. تمام، جزء لابلاس ده يا سيدي هتفهمه لما تاخد السيركت، لان انت هتشتغل في السيركت حاجة اسمها التايم دومين وحاجه اسمها الفريكونسي دومين. تمام، انت هتشتغل في 2 دومين، فانت مسائل في السيركت 1 مسائل الاي سي مش هتعرف تحلها استحاله، بالمعلومات اللي عندك تحلها، دكتور نبيل حمد هيقول لكم كده، استحاله تحل مسائل الاي سي بالتايم دومين، مش هتبقى عارف. فانت بتضطر بتحولها، بتحول المساله كلها، المساله بتاع السيركت كلها بتبقى في التايم دومين، فانت بتحولها كلها للفريكونسي دومين، بتقدر تتعامل مع الفريكونسي، وبعد ما بعد ما تحولها للفريكونسي وتحلها بترجعها تاني للتايم، يعني انت في الاخر بتكتب صيغة الحل في التايم. فانت عملية المروحة ما بين التايم وما بين الفريكونسي دي عملية اهو اسمها لابلاس، تستعمل فيها لابلاس ترانسفورم، وهتفهم الكلام ده لما تاخد السيركتس، وبعد كده ايه تاخد الايه، تاخد الديفرنشال ايكويشن. تمام، وبرضو حابب انبه على حاجه مهمه جدا جدا، واللي انا هقوله ده مهم، راجع كل التكاملات اللي انت اخدتها، بمعنى ان انت هترجع لحد ثانوي كمان. ليه؟ لان في اعدادي ماس 1 ماس 2 ما تعرضتوش للوج مثلا، اللوج ده موجود، اللوج مش اللين ده المشهور عندنا، بس اللوج مش مشهور، ممكن يحطوا لك في امتحان او هكذا. فانت راجع التكاملات قبل ما تبدا، قبل ما تبدا هو اي حد هيقول لك ايه راجع التكاملات، هتلاقوا نفسكم بتخش على تكاملات تبع ماس 1 اللي خدتوها في ماس 1. فانت اهم حاجه تراجع التكاملات، وعشان بس برضو مش عايز اطول في الفيديو ده، هتاخده ايه بالنسبه لمراجعه التكاملات، انا شايف ما لازم عمرو خالد كويس، مش مهندس عمرو خالد يعني جامد يعني في الايه في التكامل، عمرو خالد. فانت ايه المهم، في حاجه اسمها فورير بقى بعد كده هتاخدوها، وحاجه اسمها البريوديك والحوارات ديت لذيذه لذيذه، بس ايه تحل عليها لتالت مره. شايف انا عمال اقول لك حل عليها، وما لازم احمد رفعت برضو جامده. الديفرنشال لو ما حلتش هتبقى بطيخ من الاخر، لازم تحل، دي ماده رياضه، ماده رياضه لازم تتعرض لمسائل كتير، ما تبقاش فاهم وخلاص، ما انت كلنا بنبقى فاهمين عادي، الفهم سهل، بس تخش، وبالذات ان الماده دي بتتربط بالفيزياء، ممكن يربطها لك بالفيزياء عادي جدا. ماشي، والجزء البارشال ديفرنشال ايكويشن بقى ده
هو بيبقى اخر محاضرتين يعني. هو كان على الترم بتاعنا كان اخر محاضرتين وكان لذيذ يعني، تعبنا فيه شويه عشان كان اخر محاضرتين وكده، ودخلنا على الفاينل على طول. بس هتفهمه لو قعدت تدور على المصادر وكده والحوارات دي، تمام يعني، برضو ايه لذيذ. وشكرا لكم يا شباب.